غيبوبه الكوره زي فريق الوداد كده لما غلب الاهلي. واحد من مشجعي الوداد من فرحته ان هم كسبوا جاله سكته قلبيه مات. يعني انت فرحان قدام ربنا، ربنا يقول لك انت مت ليه؟ تقول له ايه؟ يعني سميه ماتت وهي بتدافع عن النبي قدام ابو جهل، مصعب مات وهو بيدافع عن النبي قدام 3000 مشرك في غزوه احد، انت مت ليه؟ عشان جون، عشان فريقك جاب جون. غيبوبه الكوره اللي تحس ان شباب لا عارف هيتجوز ايه، ولا عارف هيشتغل فين، ولا عارف هيجيب شقه منين، ولا عارف هيتقدم لعروسه يقول لابوها ايه، وواقف جون. وبعد ما الماتش ينتهي تلاقيه واقف رجليه على ارض الواقع لسه في مكانه، مفيش اي مشكله من مشاكله اتحلت، وكانه كان بيهرب وكانه كان هروب.